ما وظيفة الجلد؟ بالنظر إلى الصفائح العظمية لحيوان المدرع أو الحراشف الصلبة لحيوان البنجول أو الجلد السميك القوي للفيل الهندي، قد يبدو أن طبقة البشرة الرقيقة الرفيعة التي تشكل الغطاء الخارجي للإنسان وسيلة حماية ضعيفة من العالم الخارجي، بيد أن كل ما علينا فعله هو إلقاء نظرة قريبة على جلدنا الناعم الأملس لنرى أنه في الواقع رقعة صغيرة من الدروع الحرشفية. تتكون هذه الحراشف من نفس البروتين الصلب المسمى الكرياتين الذي تتكون منه حراشف حيوان البنجول وغيره من الحيوانات. لا شك أن حراشفنا أرفع بكثير وبالتالي أكثر هشاشة، لكن هذا لا يمثل مشكلة عادة، لأننا لا نحتاج باستمرار إلى الهرب من مثل هذه المواقف. وأيضاً ليس ضرورياً أن تكون حراشفنا فائقة المتانة، لأن أجسادنا تصنع طبقة جديدة مكونة من عشرات الملايين من تلك الحراشف يومياً. إن مهمة تصنيع هذا الدرع مهمة هائلة لا تنتهي، يقوم بها جيش هائل لا حصر له من خلايا الجلد في طبقة البشرة أسفل الدرع. في كل ثانية تنقسم نحو 500 خلية جديدة من الخلايا الجذعية في قاعدة البشرة وتنضم إلى هذا الجيش، حيث تهاجر تدريجياً إلى سطح الجلد مع تكون خلايا أحدث منها بالأسفل تدفعها لأعلى، والرحلة إلى أعلى تنطوي على التضحية الكبرى. فمن أجل تكوين حاجز وقائي بينك وبين العالم، تبرمج كل خلية على تدمير نفسها بانتظام كلما اقتربت من سطح الجلد باستخدام إنزيمات تفكك أجزاءها الحيوية وتحولها إلى درع مسطح صلب. وفي هذه الأثناء تربط نفسها بالخلايا المحيطة بها من خلال بروزات شبيهة بالشوارب، وتطلق كتلاً من الدهون اللينة لملء الفراغات بين الخلايا. تتكون الطبقة الخارجية من الجلد من نحو 15 رقاقة من هذا النسيج الحرشفي، ويعادل سمك هذه الطبقة إجمالاً سمك قطعة من لفائف التغليف البلاستيكية. يشكل ذلك الدرع المرن الذي يكسو أجسادنا حاجزاً مقاوماً للمياه فعالاً إلى حد مدهش في الوقاية من اختراق البكتيريا والفطريات والفيروسات وغيرها من الدخلاء العدوانيين، بينما تحول الطبيعة الحمضية للدهون دون استيطان الميكروبات المزعجة المماثلة لسطح الجلد. وبالطبع بينما يقوم الجلد بوظيفة عظيمة في حمايتنا من تهديدات الكائنات المجهرية، فالعقل وليس الجلد هو الذي يعمل عمل حراشف حيوان البنجول، فهو الذي يساعدنا على تجنب أن نصير طعاماً للأسود.